البارحة بذات العنوان أمير الظلام في طرابلس وعودة مكشوفة لجماعة المقاتلة. أجدد الترحيب بالدكتور عبد السلام شقيرة المحلل السياسي التونسي. دكتور، ما هي أصداء عودة أمير الجماعة الإسلامية المقاتلة عبد الحكيم بالحاج في تونس؟ هذا الاسم هو معروف جيدا لديكم، أليس كذلك؟ إذا فقط تعليقا على بعض المصطلحات التي تم ذكرها من طرف السيد الوزير السابق، هي فيما يخص الزنادقة والزندقة. طبعا هو مصطلح عربي إسلامي تاريخي، يمكن مطالعة كتاب رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، سوف يجدون هذا المصطلح تقريبا بكل تفاصيله. ولم يخطئ النظام الليبي السابق في تسميته في توصيفه بهذا الوصف. يعني أقل ما يقال عن هذه الجماعات، هم زنادقة بالأساس، والإرهاب هم في الأصل زنادقة، يعني لا يبعد كثيرا عن مفهوم الزندقة. لكن عودة عبد الحكيم بالحاج، طبعا هو عبد الحكيم بالحاج طنيعة المخابرات الأمريكية، هو ابن المخابرات الأمريكية وابن غوانتانامو طبعا، وهذا لا يخفى على أحد. عودته الآن واليوم بالتحديد إلى ليبيا وإلى المشهد بصفة عامة هو عبارة عن إعادة خلط الأوراق من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، التي تريد طبعا التدخل من جديد وتريد السيطرة من جديد على طبعا دواليب الدولة الليبية والتدخل في الشأن الليبي بشكل صارخ وبشكل واضح. أما عن علاقة عبد الحكيم بالحاج بتونس، فهنالك عديد المؤشرات تؤكد كون هذا السيد الخطير الإرهابي الذي ترأس جماعة إرهابية هو في علاقة وطيدة مع جماعة الإخوان المسلمين فرع تونس، وهذا قد نددنا به في مختلف وسائل الإعلام آنذاك، خاصة ما راج في تونس وما كان مؤكدا في تونس هو أثناء حكم الإخوان سنوات السوداء، يعني العشرية السوداء 2011-2012-2013، كانت قيادات حركة النهضة الإخوانية تزور عبد الحكيم بالحاج وتعتني به عناية خاصة حينما كان في تونس. زاروه عديد المرات في المساحات الخاصة، وهنالك صور راجت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عديد وسائل الإعلام، وكنا قد نددنا بهذه العلاقة المشبوهة. نحن نقول الآن مشبوهة، لكن نحن على علم كون هذه العلاقة هي مشبوهة، وكون عبد الحكيم بالحاج يترأس جماعة إرهابية خطيرة وخطيرة جدا، وكون حركة الإخوان بدورها هي حركة إرهابية، وحركة المقاتلين التابعة لعبد الحكيم بالحاج هي ولدت من رحم الحركات الإخوانية، من رحم الفكر الإخواني، الإيديولوجيا الإخوانية المدمرة والخطيرة. يعني حتى تنظيم داعش، كل التنظيمات الإرهابية هي صناعة ووليدة التنظيم الإخواني الخطير، وما نحن اليوم بسبب معاناته هو هذا الفكر الخطير والحقير والدخيل على المجتمعات العربية، وخاصة على المجتمع النموذج المجتمعي البرجيبي التونسي الحداثي، وهذا نعتبره خطرا محدقا على تونس. هؤلاء وهذه الجماعة بالذات هي في ارتباط وثيق ببعضها البعض طبعا تحت رعاية الحلف القطري التركي، وتركيا بالأساس التي تريد وأرادت في عديد المرات، وكنا قد نددنا بهذا من خلال منبركم الموقر، هي تريد وتهدف إلى إعادة تقسيم الشقيقة ليبيا على الطريقة الاستعمارية العثمانية، وهذا خطير وخطير جدا، وهذا ما نددنا به. ولن تنال تركيا من ليبيا بإذن الله، ولن تنال من المغرب العربي، لأن هنالك شرفاء وهنالك أحرار يقفون طبعا سدا منيعا أمام اقتحام أراضيهم وأمام استعمار أراضيهم، هذا الاستعمار العثماني الغاشم الذي سيبوء بالفشل. إذا هذه العلاقة المشبوهة بين عبد الحكيم بالحاج وبين حركة الإخوان في تونس يمكن أن لا تنبئ بخير، وتحركاته الأخيرة في ليبيا طبعا هو نفس جديد لهذه الحركة الإخوانية التي اليوم لاقت كل الصد من المجتمع التونسي، التي طبعا الكل يعلم اليوم وفي التسع أشهر الأخيرة، ولو أنه لم تتم محاكمتهم ومحاسبتهم كما طالب الشعب التونسي من طرف السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لكن هنالك نفور من الشعب التونسي، نفور شعبي بهذه الحركة. لو أعدت أو لو نصبت انتخابات في تونس اليوم، لن تأتي حركة الإخوان الملعونة في تونس بأكثر من 5% أو 4% من المشهد السياسي، لكن الشعب التونسي اليوم يريد محاكمة ومحاسبة هذه الجماعة الخطيرة على الجرائم الثابتة طبعا، منها علاقتها بتنظيمات إرهابية مثل عبد الحكيم بالحاج،
يعني هنالك طبعا اخبار تقول كون عبد الحكيم بالحاج هو ضالع في اغتيالات سياسيه في تونس. صحيح، هذه جزئيه مهمه ومثيره ايضا للاهتمام والتركيز. دكتور، نتحدث عن علاقه امير الجماعه الاسلاميه المقاتله عبد الحكيم بالحاج باطراف تونسيه ارهابيه ومتشدده على راسها حركه النهضه الاخوانيه، الى جانب اطراف اخرى ربما قد تكون ضالعه في عمليه اغتيال الشهيدين الابراهيمي وشكري بالعيد. عودة بالحاج في هذا التوقيت، ألا ينظر إليها في تونس على أنها تهديد مباشر للأمن القومي هناك؟ هل تتحضر تونس لعودة بالحاج؟ بالطبع، يعني نواقيس خطر تدق اليوم في تونس بهذه العودة. طبعا، لأنه عبد الحكيم بالحاج يمثل بالنسبة للإخوان في تونس النفس الأخير لإعادة أن يطفو من جديد، يعني على الساحة، أن يطفو هذا التيار من جديد على الساحة السياسية في تونس. لا تنسى أن عبد الحكيم بالحاج مورط أيضا في تمويل عديد الجمعيات الإرهابية تحت مسمى خيري التي كانت تنشط لصالح حركة الإخوان في تونس بعد 2011، يعني بعد صعود الإخوان إلى سلم الحكم دون المرور بدرجاته طبعا بتعليمات وأجندة أمريكية وأجندة خارجية يعلمها القاسي والداني اليوم. هذا طبعا ربيع الخراب والدمار، وهذا المخطط لما يسمى بالربيع العربي الذي طبعا ساعد بالإخوان إلى سدة الحكم مباشرة. يعني عبد الحكيم بالحاج هنالك كلام قيل أثناء فترة حكم الإخوان أنه ضالع في تمويل عديد الجمعيات الإرهابية التي حلها القضاء التونسي فيما بعد، يعني منذ 4 سنوات أو 5 سنوات القضاء التونسي تدخل وقام بحل أكثر من 150 جمعية تحت مسمى خيري وتحت غطاء خيري. هذه الجمعيات كانت تمول من طرف عبد الحكيم بالحاج وغير عبد الحكيم بالحاج جماعاته. يعني هذا الكلام قيل في تونس وقيل على الساحة السياسية التونسية. طبعا ليس هنالك يعني وثائق تؤكد هذا، ولكن كل المؤشرات تبين أنه هذا وارد، لأن علاقتهم بقادة الإخوان في تونس، علاقة عبد الحكيم بالحاج بقادة الإخوان في تونس هي علاقة ثابتة بالنسبة للتونسيين. كما قلت، زيارة حماد جبالي أيام كان رئيس الحكومة التونسية وهو قيادي إخواني، هو زار عديد المرات عبد الحكيم بالحاج في المصحة وسهر على رعايته وأوصى برعايته أحسن رعاية، رعايته الصحية. وهذا يؤكد يعني من جديد هذه العلاقة المشبوهة بين قيادة الإخوان في تونس وعبد الحكيم بالحاج في شخصه. بالعودة إليك دكتور عبد السلام إشقير، ونحن نتحدث عن عودة عبد الحكيم بالحاج أمير الجماعة الإسلامية المقاتلة الفرع الليبي من تنظيم القاعدة، وأيضا عن علاقة عبد الحكيم بالحاج بأطراف متشددة تونسية. المشروع الذي عاد به عبد الحكيم بالحاج، هل تعتقد أنه مشروع محلي ليبي، ربما محاولة التحرك باتجاه السيطرة على المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة، ربما التوجه كما تقول العديد من المصادر باتجاه الجنوب الغربي أو باتجاه الحقول أو الموانئ النفطية، أو حتى إقامة إمارة دينية مباشرة وعلنية في صبرات التي تحركت فيها جماعات اقتحمت مقر السجل المدني قبل أيام، وأيضا هناك تحرك لأرتال تحمل رايات داعش أيضا في صبراتة في المنطقة الغربية. هل المشروع الذي عاد به بالحاج هو مشروع داخل القطر الليبي فقط، أم هو مشروع يهدد المغرب العربي بصورة عامة وتونس كذلك بصورة أكثر خصوصية؟ هو طبعا أتى بتعليمات من أمراء هذا التنظيم الإرهابي، من منظري هذا التنظيم الإرهابي، هو لم يأتي عن فراغ في هذه الفترة بالتحديد. ولكن أنا في اعتقادي كونه يعني وصوله اليوم إلى ليبيا وإعادة ترويج من طرف طبعا الإعلام القطري العميل مثل قناة الجزيرة، ونحن نعلم مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية ودعمها لتنظيم داعش، وسوف أتحدث عن هذا إن أردتم بالحجة والدليل. لكن عودته اليوم طبعا وهذه الهالة الإعلامية، هذا ينبئ كونه هنالك إفلاس لهذه الجماعة في المغرب العربي، في منطقة المغرب العربي. يعني اليوم هو بمثابة إعادة خلط الأوراق، هذه ورقة جديدة يلعبها القطريون اليوم طبعا بأيادي أمريكية، يعني هم اليد اليمنى للتوجيهات الأمريكية والسياسة الأمريكية، كما قال ضيفك الكريم. طبعا القطريون والبريطانيون كذلك هم من ينفذون سياسة الأمريكان في المنطقة، لكن لا أعتقد أن برنامجه سوف يلقى صدى في ليبيا. أعتقد أنه سوف يتجه هو وجماعته الإرهابية
نحو كما قال ضيفكم عمليات الذئاب منفردة، يعني نحو التشويش، نحو بث الرعب في داخل المجتمع الليبي، بث البلبلة، لأنه المجتمع الليبي اليوم والمواطن الليبي آمن كون هذا الفكر الإخواني هو فكر دخيل على الدولة الليبية، هو فكر مدمر للدولة الليبية، ولا يمكن أن يتأتى من ورائه خير. لكن بالعودة إلى دور قطر بالتحديد، هو قدم من قطر، والهالة الإعلامية التي خصصتها قطر وقناة الجزيرة بالتحديد في 2011 بعد الثورة الليبية طبعا، وبعد ما وقع في ليبيا وعودته إلى ليبيا، هذه الهالة انخرطت فيها قناة الجزيرة. اليوم من يروج لعودة بالحاج؟ الإعلام القطري، مختلف وسائل الإعلام القطرية، وهذا يؤكد كون قطر ضالعة فيما حدث في ليبيا، مما لا يدع مجالا للشك، وعن طريق أذرع عديدة، يعني ذراعها الإعلامي قناة الجزيرة، وذراع الدمغجة والإرهاب، وهو اتحاد القرضاوي، اتحاد العلماء، ما يسمى باتحاد العلماء المسلمين الإرهابي. لا ننسى أيضا أن رئيس هذا الاتحاد الذي له جنسية قطرية، يوسف القرضاوي، كان قد أفتى بهدر الدم في ليبيا على المباشر، وكان قد أفتى بقتل الزعيم الراحل معمر القذافي رحمه الله. يعني قال من وتوجه للشرطة والجيش، من منكم يجد معمر القذافي فليقتله. هذه قالها على المباشر في القنوات الفضائية، يعني هذا لا يخفى. إذن قطر ظالعة مما لا يدع مجالا للشك فيما يحدث في ليبيا. وفي السيناريو الجديد في ليبيا، يعني عودته من قطر بتعليمات إخوانية واضحة، لا ندري تحديدا ما هو برنامجه، لكن المؤكد مع رفض مجتمعاتنا في المغرب العربي لهذه الحركة، ومع انكشاف وفضح أهدافها وأفكارها الرجعية المتطرفة وانبطاحها للخارج، وطبعا دورها في إعادة احتلال دولنا المغربية، هذا بات واضحا للمجتمعات المغاربية. يعني هنالك رفض شعبي ورفض جماهيري واقتناع جماهيري كبير كون هذه الجماعة تشكل خطر على الأمن القومي سواء في ليبيا أم في دول الجوار، يعني إذا سوف يتجهون نحو عمليات لا قدر الله إرهابية. وهنا أدعو إلى اليقظة طبعا، سواء على الحدود أم داخل البلاد الليبية الشقيقة، يقظة تامة من هذه الجماعة الخطيرة. ولا أعتقد أن الجيش الليبي العظيم سوف يسمح بمثل هذه التهديدات أو سوف يسمح بمثل هذه العمليات. هناك كفاءات مخابراتية رفيعة المستوى طبعا داخل الجيش الليبي، ولن تسمح بالعمليات سواء عمليات الذئاب المنفردة أم عمليات أخرى، لأن هذه الجماعة تشتغل كما قلت بأمر من الإخوان المسلمين، ويوسف القرضاوي وهذا الذراع طبعا الكبير للإخوان المسلمين أفتى أيضا بتفجير النفس إذا كان ذلك بأمر من الجماعة. يعني إذا تلقى عبد الحكيم بالحاج أو ألقى أوامرا أو طبعا أمر جماعته أو أحد جماعته بتفجير نفسه، فسيكون ذلك طبعا حلال محلل، وسوف يحظون بالحوريات بالحور العين، وسوف يحظون إلى آخره بمثل هذه الترهات التي يلقنونها ويدرسونها ويدمغجونها لشبابنا للأسف الشديد، حتى الشباب المثقف، وهذا خطر كبير جدا. يعني هنالك في تونس تخوف كبير، لأنه هنالك أيضا هذه الجمعيات المشبوهة، جمعية يوسف القرضاوي لا تزال تشتغل، يشتغل فرعها في تونس، وهنالك حاليا وآنيا اعتصامات كبرى متواصلة أمام مقر فرع القرضاوي لغلق هذا الوكر المجعول لتفريخ الإرهاب في تونس. يعني أدعو إلى اليقظة التامة سواء على الحدود الليبية التونسية أم داخل البلاد الليبية. طيب، تدعو للحذر أيضا في تونس، إلى جانب دعوتك للحذر في ليبيا من عودة عبد الحكيم بالحاج وتحركاته المشبوهة الأخيرة. نتحدث أيضا عن لقاء دار بين عبد الحكيم بالحاج والسفير الباكستاني في طرابلس، وانتقل معه إلى صبرات التي حدثتك عنها قبل قليل، التي شهدت بعد هذا الاجتماع بساعات هجوما على مقر السجل المدني، إلى جانب استعراض عسكري لرتل مسلح يحمل رايات تنظيم داعش الإرهابي. أيضا هناك معلومات تتحدث عن ربما مشروع لإعادة مدينة صبراتة لحضن تنظيم القاعدة، حديث عن تجمع لعناصر أجنبية من بينهم أطراف تونسية. أعرف جيدا الدكتور عبد السلام أنك شخصيا ربما مؤيد، لا أعرف ما كنت حزبي مباشر في الدستور الحر أو مؤيد للسيد عبير موسي من باب ربما القرب أو الانتماء السياسي أو الإيمان بتحركاتها السياسية، لكن أنتم أيضا
تنظرون ربما بغير رضا كامل عن تحركات الرئيس قيس سعيد، ربما تطالبونه بمزيد من التحركات ضد هذه التنظيمات الإرهابية لإنقاذ تونس. أنا متابع لك ولكتاباتك وأعرف مواقفك هذا اليوم. تعرف جيدا كذلك عندما نتحدث عن قطر، قطر أيضا تحرض على تونس وعلى الرئيس قيس سعيد، وكما تحرض على ليبيا وعلى الجيش الليبي. هل تتخوف فعلا الآن تونس؟ هل يعي الرئيس قيس سعيد مدى خطورة الوضع وربما قد يكون المستهدف الأبرز والأكبر في المرحلة القادمة؟ نعم، وهذه دعوة على المباشر إلى سيادة رئيس الجمهورية في تونس، فقط للتوضيح نحن ندعم أي تيار وطني، أي خط وطني يدعو إلى تحرير تونس من براثن هذه الجماعات الإرهابية، ولم نجد هذا التيار في تونس سوى في الحزب الدستوري الحر الذي كان واضحا وزعيمته طبعا الأستاذة عبير موسي التي كانت مشرفة في أدائها تحت قبة البرلمان في فضح جماعة الإخوان وفي تعرية هذا التنظيم الإرهابي، لم نجد غيرها، كلهم انبطحوا للأسف الشديد. معظم التيارات السياسية في تونس انبطحت لحركة الإخوان وقسمت معها الكعكة السياسية واحتلت معها المناصب، فقط هذا لتوضيح هذه النقطة ولتوضيح تأييدي لهذا الحزب الوطني العريق الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من 100 سنة، يعني هو حزب الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة الذي بنى الدولة التونسية الحديثة مع ثلة من مناضلي الحركة الوطنية في تونس، فمن العار أن لا نساند كتونسيين أحرار وشرفاء هذا التيار الوطني الذي يدعو بصفة علنية ومباشرة ويضغط على السلطة. نحن لسنا ضد قيس سعيد كشخص بالمناسبة، يعني نحن دعوناه بعد 25 جويلية إلى تفعيل هيئة لمكافحة الإرهاب، إلى طبعا تفعيل القانون، إلى محاكمتهم محاكمة علنية وعادلة. نحن لا ندعو إلى محاكمات جائرة ولا ندعو إلى استبداد ولا ندعو إلى ظلم أي كان، ولا ندعو إلى إقصاء يعني منهجي أو إقصاء ممنهج كما فعلوا هم في 2011. نحن ندعو إلى المحاكمة وإلى تفعيل القضايا المرفوعة ضدهم. أخي الكريم، في تونس هنالك مئات القضايا مركونة في رفوف المحاكم التونسية مرفوعة ضد حركة الإخوان، كلها مؤيدات في تسيير شبابنا إلى بؤر التوتر، في علاقات بتنظيمات إرهابية بين الثورة الليبية مثلا وفي غير ليبيا، كله موثق وكلهم ظالعون، الإخوان وقادتهم ظالعون في تسيير شبابنا وفي عديد القضايا الإرهابية. إذا نحن ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى تفعيل القانون وإلى تطبيق القانون لا غير، لأن هنالك مثلا لدى السيد رئيس الجمهورية في تونس كتاب أو مجلد تركه المرحوم الرئيس السابق الباجي قيد سبسي وتحدث عنه خلال مجلس أمن قومي، أنه هذا الكتاب معنون تحت عنوان الجهاز السري الحقائق الخطيرة لتورط حركة الإخوان في طبعا جهازها السري في الاغتيالات السياسية وفي علاقات مشبوهة في بالحاج وغيره من التنظيمات الإرهابية. هو لم يفتح السيد رئيس الجمهورية إلى اليوم، يعني بعد مسكه بزمام الأمور. نحن لسنا ضده كشخص، نحن ضده كتمشي وكتباطؤ في محاكمة هذه الجماعة الإرهابية، لأن حركة الإخوان المسلمين كالأفعى هي اليوم في هدوء ما قبل العاصفة في تونس، لأنه لم تحاكم قياداتها ولم يحاسب ولا قيادي من الإخوان المسلمين. أفلسوا الصناديق الاجتماعية في تونس، أفلسوا الدولة وعوضوا لأنفسهم بآلاف المليارات، ونحن اليوم نشحت أمام صندوق النقد الدولي جراء هذه السياسات الممنهجة الخاطئة والعميلة المدمرة لهذه الحركة الإرهابية في تونس. اليوم سيد رئيس الجمهورية طبعا لم يحاكمها ولم يحاسبها حتى بعد تفعيل الفصل 80، حتى بعد تجميد البرلمان، هو لم يحل البرلمان إبان تجميده، بل حل البرلمان حينما عقدوا جلسة، عقد راشد الغنوشي زعيم الإخوان جلسة وجمع فيها أكثر من 109 نائب يعني أغلبية، ودعوا إلى عزل رئيس الجمهورية. إذن هو حل البرلمان حينما مس كشخص أو مس كمركز لرئيس الجمهورية، دعوناه إلى حل البرلمان بعد 25 جويلية. نحن ضد هذه السياسات الخاطئة فحسب، لسنا ضد السيد رئيس الجمهورية في شخصه، وكنا قد دعمناه يوم 25 جويلية يوم جمد البرلمان وفعل الفصل 80، وقدمنا له خريطة طريق واضحة طالب بها الشعب التونسي الذي خرج بعشرات الآلاف لصد الإخوان وتنحيتهم من السلطة طبعا ومحاكمتهم محاكمة عادلة. الآن دعوة على المباشر من منبركم إلى السيد رئيس الجمهورية إلى توخي الحذر من هذه العودة، وأن لا تمر عودة عبد الحكيم بالحاج إلى ليبيا مرور الكرام بالنسبة للخارجية التونسية وبالنسبة للشأن السياسي التونسي الخارجي والداخلي أيضا، لأنه هنالك تهديد مباشر
للدولة التونسية، تهديد مباشر للحدود التونسية. هم يشتغلون كما قلت بأمر من الجماعة، والمؤكد أن عبد الحكيم بالحاج له أنصار في تونس، يعني له أنصار من التنظيم الإرهابي الذي يمثله، من الجماعات الإخوانية وغيرها تحت مسميات عدة في تونس. أكيد وأن هنالك تنسيق بينه وبين جماعاته في مختلف دول الجوار في ليبيا، المخطط واضح. إذن دعوة مباشرة إلى السلطة القائمة في تونس وإلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يتوخى كل الحذر وأن يكون هنالك تنسيق مع الجهات، طبعا جهة مع الجيش الليبي العظيم الذي يمسك تقريبا بزمام الأمور في ليبيا، والذي يحظى بدعم شعبي واضح وكبير رغم كل العراقيل التي يتعرض لها، رغم كل حملات التشويه الممنهجة من طرف الإعلام القطري العميل، إعلام قناة الجزيرة الحقيرة التي بثت البلبلة، التي زورت الفيديوهات، التي روجت مشاهد فيديو، مقاطع فيديو في 2011 ونتذكرها اليوم، هي كلها مغلوطة وخاطئة ولم تحدث لا في تونس ولا في ليبيا، التي قدمت هالة إعلامية كبرى لأمراء الإرهاب، التي قدمت هالة إعلامية كبرى لعرابي الخراب بعد 2011 سواء في تونس أم في ليبيا أم في سوريا أم في مصر أم في كل الدول التي لحقها داء الثورة أو ما يسمى بالثورة وبربيع الخراب والدمار. إذن هذه دعوة مباشرة للسلطة التونسية أن تتوخى شديد الحذر وأن تكون على يقظة تامة من هذه العودة التي نعتبرها خطيرة على ليبيا وتونس على حد السلام. طيب أعود إليك لأختم معك دكتور عبد السلام إشقير، إذا سيناريوهات مختلفة على ضوء ربما عودة عبد الحكيم بالحاجة المفاجئة إلى طرابلس وتحركاته المشبوهة في أكثر من اتجاه، هذه سيناريوهات بعضها مخيف للغاية، لكن برأيك هل فعلا هذه السيناريوهات التي تتحدث ربما عن نجاحه، عن إقامة إمارة إسلامية أو إرهابية علنية في ليبيا، سيناريوهات من هذا النوع قابلة للتحقق؟ هو أتمنى أن لا يكون ذلك حتى في الحلم، أن لا يعدي ذلك حتى في الكوابيس ولا الأحلام، يعني في أحلامهم الإرهابيين ولا في كوابيسنا نحن الوطنيون، يعني هذا سيناريو مستبعد، لكن هو هدفهم بالتأكيد، يعني هم يرمون إلى هذا، يرمون إلى بسط نفوذهم وإلى سيطرتهم بالكامل على دواليب ليبيا وبالتالي الدخول نحو الجزائر وتونس ودول الجوار وطبعا نشر الإمارات، هذا فكرهم وهذا ما تربوا عليه وهذا ما تدعو له الحركات الإخوانية طبعا منذ نشأتها الأولى مع حسام الدين الأفغاني وحسن البنا إلى آخره، يعني هذا برنامجهم التاريخي والأزلي الذي لم يحققوه سابقا يطمحون اليوم إلى تحقيقه في ظل هذه الأجواء المتوترة. لذلك أدعو كل القوى الوطنية الليبية، كل القوى الجمهورية الليبية إلى الالتفاف حول الجيش العربي الليبي وإلى الوعي بدرجة الخطورة التي تحملها هذه الجماعات الإرهابية وعودة هذا الإرهابي بالتحديد. يعني كل السيناريوهات واضحة، والطرح الذي تفضل به ضيفكم الكريم هو وارد جدا وهو ما يرمون إليه كما قلت، يعني ليس لديهم أهداف أخرى، إما إفشال الانتخابات وإبطال الانتخابات وهذا هدف الولايات المتحدة اليوم وهدف عديد القوى الأجنبية في ليبيا طبعا، لأنه فهموا إلى أين ستتجه هذه الانتخابات، إلى أين ستتجه إرادة الشعب الليبي إن لم تزور الانتخابات فعلا، إن لم تدنس الصناديق فعلا، إن كانت فعلا انتخابات نزيهة وشفافة ونابعة عن إرادة شعبية واضحة ومترجمة لإرادة الشعب الليبي. إذن هذا السيناريو وارد، الدخول في انتخابات لا أعتقد أنهم سيحظون بنسبة حتى 1% يعني من ثقة الشعب الليبي، هذا مؤكد. لكن العمليات الإرهابية هذا وارد جدا أثناء فشلهم أو في حين يفشلون في مخططاتهم في إفشال الانتخابات أو في بث البلبلة والعنف، سوف يتجهون نحو العمليات الإرهابية وعمليات الذئاب المنفردة لا قدر الله، وبالتالي سوف يعلنون عن إمارة ليبيا، إمارة داعشية إرهابية لا قدر الله، وبالتالي طبعا يسيطرون على دول الجوار ويعلنون بالتالي إماراتهم في دول الجوار، وهذا يعني مستبعد جدا بعد كل هذه السنوات من الخراب ومن كشف المخاطرات الإخوانية، لا أعتقد أن الشعب الليبي برمته سوف يتجه في بهذا الاتجاه أو سوف يسمح بالمساس من الجيش الليبي ومن تفكيك أواصر المجتمع الليبي. شكرا جزيلا لك دكتور عبد السلام إشقير المحلل السياسي التونسي كما أشكر